مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ نظير الكندوري. أهلا بكم سيد نظير. بداية، الرئيس روحاني أثناء زيارته للعراق صرح أن علاقات بلاده بالعراق تعد نموذجا للعلاقات بين الدول في المنطقة. كيف تقرأ هذا التصريح في ظل التجاذبات الدولية في المنطقة وإيران فاعل رئيس فيها؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة حسن روحاني يعني يصف العلاقة بين بلده والعراق بالنموذج لباقي العلاقات ما بين دول المنطقة، ذلك لأن العلاقة يعني حقيقة ما بين إيران والعراق قد يعني تخطت كل الحواجز وأصبحت هي النافذة الاقتصادية والنافذة السياسية بل وحتى العسكرية لخروج إيران من هذا المأزق الذي وضعته فيها يعني العقوبات الأمريكية. لذلك فهو يعني نتيجة العزلة التي يعيشها النظام الإيراني يحاول دعوة دول المنطقة لكي تكون علاقتها مع إيران أشبه بالعلاقة مع العراق، بل يعني يحاول أن يجعل العراق يعني هو المتنفس الاقتصادي له. يعني ذكر يعني بعد انتهاء الزيارة ذكر عضو اللجنة المالية في البرلمان الإيراني قال أن خلال هذه الزيارة استلمت إيران من العراق 4 مليارات دولار هي كديون مستحقة على العراق، وهذا الرقم يعني من الصعب تخيله أن دولة تدفع ديون لمرة واحدة بهذا المقدار الكبير. وهذا يدلل على يعني أن إيران مرتاحة جدا من العلاقة مع النظام العراقي وتحاول أن تعيد هذه العلاقة مع باقي الدول المنطقة التي هي في المقابل حذر المبعوث الأمريكي الخاص بإيران من التفاؤل بزيارة روحاني إلى العراق. ماذا تعد الولايات المتحدة لإيران في هذا السياق؟ يعني هل نراه تهديدا مبطن؟ هو كان الانطباع الأمريكي حول الزيارة كان يعني هناك انزعاج كبير من الإدارة الأمريكية حول هذه الزيارة وحول الاتفاقات التي أبرمت ما بين الطرف الإيراني والعراقي. و ذكر يعني المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران بتحذير صريح، قال إن يعني هذا يعني الصفقات اللي حدثت تحاول إيران جعل من العراق كمخلب لها لتخريب المنطقة، وبالتالي فإن ربما العقوبات التي تطال إيران حالياً سوف تشمل من يساعد إيران على تجاوز هذه العقوبات. لكن الحقيقة يعني ما زلنا لحد الآن لم نرى شيء من الولايات المتحدة سوى الشعارات والتهديدات. هي لم تستطيع أن توقف يعني هذه الصفقات التي عقدت ما بين إيران والعراق، لم تستطيع الحد من نفوذ إيران في العراق، لحد الآن لم ترتقي يعني مستوى أفعالها إلى مستوى أقوالها وتهديداتها في الفترة هذه. طيب، كيف تقرأ شهادة قائد القوات الأمريكية السابق في الشرق الأوسط ديفيد بيتريوس الذي قال إن قاسم سليماني طلب التفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن العراق في ظل وجود 200,000 عنصر من الحرس الثوري في العراق وسوريا؟ يعني ما دلالات هذا المطلب من سليماني؟ حقيقة أنا قرأت الخبر اليوم وكان يعني نص الخبر هو يعني حدث سابق حدث في 2007 حينما كانت القوات الحكومية والقوات بمساعدة القوات الأمريكية في حالة تنظيف لمناطق البصرة والمناطق الجنوبية من ميليشيات جيش المهدي في ذلك الحين. ففي وقتها حاول قاسم سليماني التواصل مع الإدارة الأمريكية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تلك الميليشيات، ولكن كان الرد من يعني الجيش الأمريكي بأننا لا نفاوض من يدعم الميليشيات التي تقاتل الجيش الأمريكي. هذه كانت يعني حادثة قديمة وتعري الأطروحة الإيرانية التي تقول بأننا ليس لدينا تواصل مع القيادة الإيرانية. إن كان قاسم سليماني عدوا لإيران، لماذا لم يضرب
في العراق وهم لديهم طائرات ولديهم تحالف دولي. أحد القادة الأمريكيين في تصريح سابق قال بأنه كانت هناك تحذيرات للجنود الأمريكيين للطيارين بعدم الاقتراب من قاسم سليماني وهو يقاتل مع ميليشياته على الأرض في العراق، ألا يدل ذلك على أن هناك تعاوناً مشتركاً قد يكون تحت الطاولة أو في الخفاء إذا صح التعبير؟ وهذا الأمر ما زال لحد الآن يعني ساري المفعول، يعني نحن نقول يعني سابقاً والآن بأن هناك أشبه ما يكون بزواج المتعة ما بين الجيش الأمريكي والقيادة الأمريكية وما بين النظام الإيراني فيما يخص الشأن العراقي. حقيقة النظام الإيراني وميليشياته هي من أنقذت الجيش الأمريكي من الضربات المتلاحقة والقوية للمقاومة العراقية، لكن الآن هو بعد مجيء ترامب اختلفت كثير من الموازين واختلت العلاقات، ولكن لم تصل إلى مرحلة إنهم يعملون على قصفة أطراف إيران في العراق. كما قلت لك سابقاً، ما الآن التصريحات الأمريكية تصريحات قوية وعالية الصوت، ولكن لم نرى شيء على الأرض يهدد المصالح الإيرانية في العراق. ما زالت إيران لها اليد الطولة في العراق، وما زال يعني قادتها ومستشاريها وجنودها يتحركون بشكل حر في العراق وحتى في سوريا بدون أي رادع من القوات الأمريكية. وضحت الفكرة سيد نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك.